لتغلق باب الترشحات. فعل هو لما حاله توا نعرفه انه النسبه الاكبر معناتها من اللي ماهمش مسجلين هما الشباب اللي ما بين 18 سنه و 23 سنه. اليوم احنا قاعدين نتخذوا في تدابير جديده في الحمله التحسيسيه نتاعنا باش نحاولوا انه نستعملوا الديجيتال. يوم 10 ابريل هذا يعني وانه انت